شيئا فشيئا تعود المعارك شرق أوكرانيا إلى الحرب التقليدية، جنود الأرض ميدانهم وسلاحهم المدفعية الثقيلة، وحتى الآن الكفة ترجح للروس. تعزز ترسانة المدفعية الروسية المتفوقة على نظيرتها الأوكرانية قدرة موسكو على الاستمرار في شن حملتها العسكرية التي تجاوزت أيامها 100. في المقابل تتناقص الأسلحة والذخيرة الأوكرانية بسرعة، ما يعتبر أحد أهم أسباب إعاقة جهود السلطات في الدفاع عن البلاد. مسؤولون وخبراء عسكريون غربيون حذروا من أن الحرب مع روسيا تتحول بسرعة إلى سلسلة من المعارك المدفعية يتميز بها الجيش الروسي. لا تميل كييف لا تمل فعليا من طلب السلاح، ولا يبدو أن الحماس الغربي لتزويدها به كالسابق. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن جيش بلاده يبذل كل ما بوسعه لصد المحتلين بقدر ما تمكنه الأسلحة الثقيلة والمدفعية الحديثة من ذلك. في غضون ذلك تقول القوات الموجودة على خط المواجهة في دونباس إنهم يقاتلون بذخيرة قليلة ويواجهون معارك بالمدفعية الروسية. معهد دراسة الحرب، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، أشار في تحليله اليومي للحرب إن المدفعية ستكون حاسمة بشكل متزايد في القتال شرق أوكرانيا. دمرت صواريخ كاليبر عالية الدقة وبعيدة المدى التي تطلق من البحر مستودعا كبيرا بالقرب من مستوطنة تشورت كيف بمنطقة تيرنوبل، بها أنظمة صواريخ مضادة للدبابات وأنظمة صواريخ محمولة مضادة للطائرات وقذائف مدفعية تم تقديمها إلى نظام كيف من الولايات المتحدة والدول الأوروبية. حتى إن أول نظام مدفعي من طراز هاوتزر M777 قدمته الولايات المتحدة مؤخرا دمرته القوات الروسية بالقرب من مدينة ليسيتشانسك في منطقة لوغانسك، وفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية. المعارك الثقيلة لا تزال نيرانها مشتعلة في سيفيرودونيتسك، لا بل وتعرضت القوات الأوكرانية المرابطة فيها لقصف مدفعي مكثف من مدينة سلوفيانسك التي سيطرت عليها موسكو. ما زالت روسيا تتمتع بإمكانات كافية لشن حرب طويلة على بلادنا، كلمات لخصت بها إدارة المخابرات العسكرية في وزارة الدفاع الأوكرانية الواقع المرير.